البدن الخضر تقترب لك المسافة 4 دقائق 4 دقائق 240 ثانية 240 ثانية في عمر الشعوب لا تعني شيء، في عمر الإنسان لا تعني شيء، في عمر كرة القدم هي الشيء، في عمر اللاعبين هي أشياء، في مسيرة منتخبات هي أشياء وأحلام. دقيقة مرت ثلاث للنهاية، مصر تلعب لبداية أخرى في الماتش، الجزائر تريد أن تنهيها في ماتش فاصل بيوم درمان. دقيقة لعب في الوقت الإضافي بين الطرفين، في الوقت المبدد بين معطفين أو بين قوسين، الأقواس صحيحة، فمن سيفرح تحت الأقواس العاصمية؟ امسك الكرة مرة أخرى، امسك الكرة في الجزائر، حاول يمسك الكرة، حاول يمسك الكرة، مش ممكن. بين ثلاثة الروح، الروح اليوم عملت الفارق، القليب عمل الفارق، الجرينتا عملت الفرق والديفيرانس في مباراة الكبيرة. الجزائر ومصر يستاهلوا المونديال، والجزائر حقيقة مبروك لهذا الجيل بالعودة من جديد. مهما ستكون يا خطفتين، مبروك الجزائريين عودة منتخبهم، عودة لفناك، عودة محارب الصحراء. تمشي الكورة مرة أخرى المنتخب الجزائري، سياني كريم، دقيقتين تلعبوا، مازالت دقيقتين، دخلنا في الدقائق الحرجة، دخلنا في الدقيقة الصعبة، دخلنا في الدقيقة الحقة والدقيقة الوهم، دخلنا في دقيقة الياس ودقيقة الأمل، دخلنا في دقيقة الفرحة وفي دقيقة الكابوس. سنرى كيف ستبدأ يا حضري. عصام يطول الكورة، مصر بآخر كورة، دقيقتين و15، الكورة للخضر، ينطلق الخضر، يرجع الخضر، يمشيوا الخضر، متقدمين الخضر، دقيقة ونصف قبل النهاية لمباراة مثيرة وتاريخية. تمشي كرة خطيرة بالراس، يرجع الفريق الجزائري، يرجع كرة ثانية مصرية جزائرية للثالثة، الرابعة لمن؟ باللون الأحمر، ولكن السكور باللون الأبيض. دقيقة ونصف، دقيقة ونصف، مش ممكن. والشاوشي بمرتين، الله على كرة التعادل، الله على كرة يا الشاوشي، الله على كرة يا الشاوشي، مش ممكن. اللي يمسك راسه واللي يمسك عينيه واللي جد في يديه واللي خايف على قلبه واللي مش متحكم في ساقيه واللي يلعب بيديه، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. اخر دقيقة، اخر لحظة، انها كرة للامل، ضاعت الكرة. شوف الكرة ركنية ولا شوف الكرة، هاني السعيد تبعها بوتريكا خرجت كورنر، لكن ستة متاع الحكم يقول كل الطرق تودي لجوهانسبورغ. وصل الجزائريين، وصل الخضر، كاس عالم، وصل الخضر. 30 ثانية، 30 ثانية مع التسلل، 30 ثانية بتسلل، 30 ثانية بتسلل، 30 ثانية من الحلم المصري ومن الاقتراب لأن يكون واقع للخضر من الجزائر. الله على كرة أخيرة، زيدان يباص كرة طويلة تمشي للحارس، لا خرجت، خلاص خلاص. 4 دقائق 4 دقائق، الجزائر لا تنهزم مع مصر في أرض الحياد، في بلدان محايدة، في نيجيريا، في كوت ديفوار، في السعودية، في سوسة التونسية، دائما فازت الجزائر، والمنطق والقاعدة تواصلت هذا المساء. 1-0 من عنتر يحيى، عنتر بن شداد، خلاص انتهت، انتهت مباراة أم درمان، انتهت مباراة أم درمان. مبروك للخضر، هارد لك لمصر، مبروك للخضر، هارد لك لمصر. الشاوشي كان بطل، الشاوشي كان بطل، يحيى كان رجل، صيفي كان قائد، بوقرة كان زعيم، واللاعب صيفي كان ليدر. زياني وهدف، كورة وهدف، عنتر يضرب، يحيى يضرب، ابن شداد يضرب، ويستعيد ذكريات عبلة. الفريق الجزائري سيستعيد ذاكرة المونديال للمرة الثالثة للخضر، للمرة الثالثة للخضر. الآن انتهى حوار الأقدام، سيفتح باب التهاني من حق العرب الآن بعد حياة 90 دقيقة أن يباركوا للخضر الجزائري، يبارك للمحاربين بتاع الصحراء، الصعود الثالث للمونديال. هارد لك لمصر،
الجيل هذا عمل أكبر إنجازات في تاريخ الكرة المصرية. لا تقلبوا عليهم لماتش، لا تنقلبوا عليهم بعد إخفاق في وصول المونديال. اليوم الفريق المصري اصطدم بفريق كان قوي، بفريق كان محضر مليح. هنا دوري الإعلام، هنا وقفة الجمهور. الجزائر التي كادت تضيع المونديال في الدقيقة 96 من يوم السبت، عادت بعد 96 ساعة وتأهلت في ماتش فاصل في أم درمان. إذا بجدارة، بحقية، باستحقاق، الآن أنا اطمنت على هذه المباراة بمستواها العربي الكبير. نعم، نوع من الاطمئنان للفريقين الكبيرين، الآن هما أفضل منتخبين على المستوى العربي، بدون مشاملات، بدون مغالطات. نقول الحق، فريق الجزائر يستاهل المونديال. مبروك عودتكم يا خضر لمتعة كرة القدم، لرعب الجزائر في كرة القدم، وليس فقط أهنيكم لكأس العالم. بالنسبة لمصر، أمم أفريقيا بعد شهرين في رحلة الدفاع عن اللقب، اليوم مش كاتبة، كأس العالم ما كتبش مرة أخرى للمصريين. النصيب هذا المساء كان للفلك، كان لمحارب الصحراء. إذا هذه هي فرحة اللاعبين، فرحة الستاف، سعدان وعيد الخضر المونديال، وهذه الفرحة التاريخية هنا في أم درمان. في 82 ترشحوا بين لاغوس والجزائر، في 86 ترشحوا بين المنسا والجزائر، في عام 2010 تأهلوا هنا في أم درمان. إنها حكم كرة القدم، إنها مباراة كرة قدم. شوف الكرة، شوف الفرص، نستعيد الأنفاس في لحظة. كانت مباراة أعصاب، كانت مباراة رجال من جانبين. أي روح، أي ريكور، أي جرينتا، أي فرص، أي إمكانيات. الاثنين يستحقوا يمثلوا العالم في المونديال، لكن اليوم ستكتب لواحد. فآسف مصر، لن تذهب بهذا.